نفذت هيئه تنظيم سوق العمل حمله تفتيشيه مشتركه مع شؤون الجنسيه والجوازات والاقامه بوزاره الداخليه ومديريه شرطه محافظه العاصمه. شملت عددا من المحال التجاريه ومواقع العمل واماكن تجمع العماله بالمحافظه. نعم، اسفرت الحمله عن رصد عددا من المخالفات التي تتعلق باحكام قانون هيئه تنظيم سوق العمل وقانون الاقامه بمملكه البحرين، وجددت هيئه تنظيم سوق العمل دعوتها لجميع افراد المجتمع الى دعم جهود الجهات الحكوميه للتصدي للممارسات غير القانونيه في سوق العمل والاعمال غير النظاميه حمايه للمجتمع ككل والابلاغ عن أي شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعاملات غير النظاميه